تقوي معك هالظلم. ليه يا إنسان كل ما بتكبر بتكبر معك هالهم؟ جرد ألم تمحي يلي حنان ولم بيتك ضناك وقلبك ولك كان أب وأم. جرد ألم تمحي يلي حنان ولم بيتك ضناك وقلبك وإلك كان أب وأم. يا إنسان بيقسى أساك لما بتشوف الحقيقة تنسى هواك تنكر لورا العتيقة. تنكر زمانك مكانك تدعس الورود البريئة. تنكر زمانك مكانك تدعس الورود البريئة. ليه يا إنسان بتقوى بتقوي معك هالظلم؟ ليه يا إنسان كل ما بتكبر بتكبر معك هالهم؟ ليه يا إنسان؟ على مين كل هالمسبات؟ مو أنا اللي عم بسب، هاي لطيفة ولازم تسمعيها؟ أي ويا ريت ترجعي تشغلي لأنه بتعبر عن حالتي النفسية. بس خايفة شغلها تقوم تكر المسبات لقدام، مثلا تقول يا واطي يا حبيبي يا سافل يا غشاش. مو هي هي الحقيقة؟ ماما بدي احكي معك كلمتين بدون توتر وبدون عصبية. ايماني فاضية وانا مصرة نحكي، واذا رفضت بتقلعيني مثل يزا؟ قومي يا حبيبتي، قومي قومي اعملي لي فنجان قهوة لنعرف نحكي كلمتين على بعض. قومي قومي. ماشي خلوني فوت. حاضر استاذ. تفضل. شكرا. صباح الخير استاذ. صباح النور. اهلا استاذ نعيم. وهيك هناك حسب نصب. اهلا وسهلا. تفضلوا مكتب تحت تصرفكم. استاذ عصام فيك تغيب لاخر الدوام، بس ضروري قبل ما نمشي نشوفك. ولا يهمك، خذوا راحتكم. عن اذنك. الله معك. يلا شباب، اي ورقه
أي قصقوصة مهما كانت صغيرة أو تافهة بتوثقوها. يلا عليا، الله يخليك، الله يخلي لك أحبابك. مالي رايق منوب وما عندي استعداد أسمع أي شيء. بس أنا عندي استعداد أسمع، وبدي أعرف شو صار معك مشان اتفقنا عليه. على شو اتفقنا؟ بخصوص لؤي. عليا كرمال النبي، حاسس راسي مثل الطبل، سهران طول الليل ومالي نايم، حاسس انه راسي رح ينفجر. ماشي الحال، بس لا تلومني اذا بعمل اي شيء. ضرب منك لجوزك بالكتاب. والله بس ليران بالذات ما في، اذا بتحبي فيه له بديل بعطيكي. لا والله الدكتور اكد عليه يعني. هو نفسه نفس المفعول بس لغير شركه. والله بدي اياه نفسه يعني. ما عندي، انا اسفه. طيب شكرا. اهلا. شو قصتك سمر؟ هي رابع وصفه بالطيريه من ايدك؟ هي الرابعه من وقت اجيتي، قبلها طار كثير. طيب ليش؟ في نقص كثير بالصيدليه، نقص بالادويه، بالاكسسوارات، باغذيه الاطفال، والشغل كل ماله لورا. صار معك شي جديد؟ على حطة ايدك. ايه ممتاز، وضعك احسن من وضعي، على القليلة امورك مستقرة مو مثلي. ليش في شي جديد؟ الجرح القديم نفسه، بس زاد عليه فصل جديد. الاستاذ ما عم يحلاله يبدع الا برات البيت. لا وكل يوم بده مصروف 500 ليرة. بتعرفي؟ صار له يومين ما عم يرجع على البيت قبل وش الصبح. يعني يا منرضى بالأمر الواقع اللي بيفرضوه علينا، أو بيخلقوا لنا واقع أكثر مرارة وصعوبة. كاخ قديش خياراتنا ضيقة. مرحبا عماد. أهلين بسام. إجاك الموت يا تارك الصلاة. خير بسام؟ شو في؟ جايين انا وعصام نتغدى عندك. اهلا وسهلا. لك ايه قصدينك بشغله هيك مشان عصام؟ نفس القصه القديمه. لا لا نفسها نفسها. هلا بس اجي بحكي لك. يلا مع السلامه. شو؟ عم يحضر الغداء؟ ممتاز. لك انت شو بس وقتك نيقه عن الخليقه يعني، عجل لك شوي. طيب اوه هلا انا نيقه؟ ها ها يا هيك سواقه يا بلا. على راسي شو ماخر والله. ايش هاد؟ انت ليش ما بتدخل بالفورمولا 1؟ عم فكر. ايه برافو عليك، شوي شوي الله يخليك. عصام يعني هدول الشباب اللي عم تقولي انهم خدعوكي وكذبوا عليكي وسرحوا بمشاعرك الى اخره، انت ما كنتي تعملي معهم نفس الشيء؟ لا ما عملتي هيك مع فواز؟ بس فواز ماما انا ما عم طالبك بكشف حساب ولا عم لك تبرري مواقفك وتصرفاتك، بس عم فهمك انه مثل ما في بنت بتنخدع في شباب بينخدعوا كمان. ليش الدكتور صالح ما خدعك وخدعتي؟ ولا لانه اسامه الشاب الوحيد اللي تعامل معك بصدق وصراحه ما حاول يستغل مشاعرك؟ كرهتي وحقدتي عليه وعلى كل واحد بيتعامل معه. وانت ليش عم تدافع عن اسامه بالذات؟ ماما أنا ما عم دافع عن حدا غيرك. هلأ كل ما حبيبتي ممكن احكي جملة بدون ما تقاطعيني فيها؟ خليني أكمل كلامي بالأول. تفضلي. هلأ رح احكي معك على أنك صديقتي مو بس بنتي، ورح افتح لك قلبي بكل صراحة. أنت احكي معي على الأمور. ماشي. يا ست عليا أنا ما عرضت الدور على لؤي مشان المصاري. أنا أعطيته الدور لأني مؤمن بموهبته. حتى اسألي فواز ليك إلا إيه والله هو على طول بيقول لي شوف يا فواز هالشاب هاد ما أخذ فرصته. فأضبي مصرياتي بدي نبهك لشغلي. أنت أسأتي لزوجك كثير وبتمنى أنك تصلحي الموقف معه. أنا كانت غايتي أنه يطلع. ست عليا لا تبرري موقفك قدامي، انت ما غلطتي معي. روحي اعتذري للي غلطتي بحقه وهنتي بهالتصرف. هلا شو مشان لؤي؟ لؤي لا تخافي عليه. انت خلي اخوك عماد بعيد عنه هو بألف خير.
انا رفضت العمل مع الذهبيه من شانه. قلت له يا لؤي يا مع السلامه. كتر خيرك ابو رشاد. لا ترجعي تغلطي. يلا الله معك. على اذنكم. مع السلامه. جاي وصلنا. عود بلا بربكه. فواز فواز. ايه شو معك؟ ايه اسمع لقلك، اذا بيضرب هالاجتماع عماد ما تلوم الا نفسك. لا ابدا، شو يدرى ما يدرى، اعوذ بالله. انا ما كان، قسما بالله العظيم، عم اقسم بالله ما حدا يشم خبر لحتى ساويك ممسحه. مو يكون وراك ابو يزن، يكون وراك الف ضراب مدفع. شو ابو يزن؟ كانك مو على بعضك؟ لا 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 ابدا، ما في شيء. شو بده يكون في يعني؟ هي عماد اذا كان يعني ما بدي احرجك، اذا لك شوف الثاني وين راح مخ. حبيبي شغلتك بسيطه ما فيها شيء، انا بعرف كم واحد يعني ايدهم طايله بيعرفوا ناس مهمين ممكن يساعدونا ان شاء الله. يقطع عمرك لك، يقطع اللي اخترع الموبايل على ابو اللي اخترع الموبايل، مشان يلقطونا وين ما كنا. الو بسامو حبيبي، مشت هي الكرمنتينا، نفسي عم بتهف على الحامض، عم بتوحم. هلا وقت اللحام هلا؟ شو اعمل يعني؟ خليها تطلع بعين الصبي؟ تصور كرمنتيناية طالعة بعين الصبي. ايه لا عيني، ما رح نخليها تطلع بعين الصبي. تكرم عيونك، هلا انا وراجع بجيبه معي. مع السلامة. يبعت لك حمى، منين بتجيبي هالمواهب؟ عزوه الله بيرحمك. إلك أنا. ليش تغير فجأة؟ والله ما له بالعادة يعاملني هيك. معقولة تكون غلطة كبيرة لهالدرجة؟ لا لا ما بظن. كمان هديك أمي يعني. شو بدي اعمل؟ لك حتى الغدا ما خلاني اجيبه. شو حبيبي؟ مانك شايف يعني؟ عفوا ما كان قصدي. عفوا عفوا، ايه ثاني مرة انتبه. ايه؟ إذا قلب الشهر الثاني رح يضطر البنك يلجأ القضاء يحجز على البيت. لا إن شاء الله ما بتوصل لهون. على كل شكرا لإلك. ولا يهمك، يلا بالإذن. الله معك، عم نعذبك معنا. ولا يهمك، مع السلامة. تأخرت عليكم. بسيطة أستاذ عصام، كمان إحنا شوي طولنا زيادة عن اللزوم، ويمكن عطلناك على شغلك. بسيطة مو مشكلة، بتتعود. المهم شو صار معكم؟ طمني إن شاء الله كل شيء تمام. ضيفوكم شي شباب؟ إي والله والله، قاموا بالواجب وزيادة. يلا شباب صار لازم نمشي، الله يعطيكم العافية. ما قلت لي أستاذ نعيم، شو طلع معكم بعد التعب كله؟ لسه ما بين شيء، ان شاء الله يومين بيطلع التقرير وبيبين كل شيء. يلا شباب على اذنك استاذ. مع السلامه يا شباب، الله يعطيكم العافيه، الله معكم.
والدي شيء. شوفي مين يا حلا. بقدر تضل واقف هون للصبح؟ كأني بعرف هالبيت هالبيت ما غريب علي. انتي اختي ما؟ حضرتك ميزة. هي لك ايه والله مو انت امي؟ هي امي ما؟ مو حضرتك الفنانة وفاء؟ والله وصرت تعرف تحكي يا فصون. تعاولا تعا اليوم يوم صالح العالمي. ما بتذكر ملامحه منيح، كنت صغيرة والصورة الوحيدة المطبوعة بذاكرتي عنه ملزوقة على دفتر العائلة. طيب امك ليش ما تجوزت بعد وفاته؟ أمي؟ أمي من هذا النوع التقليدي اللي بيحطوا على راسهم أكليل غار بعد ما يموتوا جوازهم. لا دايمة أنا ما عاد بدي. ليش مكشر هيك؟ بتكون اتضايقت إنك دفعت حقه. معقولة أنتِ؟ أعوذ بالله. شو هالشغلة؟ شو مين عم بدي إلا؟ شو دخلك هلا؟ في إيه؟ مهم كملي. احكي لي أنت عن مرتك. مرتي؟ قولي على مرتي. شو بدك بهالحديث هلا؟ امشي امشي. مسكي هدول مشان تدفعي قرض البيت. شو هدول كمان؟ هدول مشان تشتري الادويه الناقصتك للصيدليه. بس يا منى انا ما بقدر ارجع. سمر وقت يصير معك رجعي لي. صاير عم تخني على الرسم. سمر ليش ما بتفتحي جوزك بالموضوع؟ اشرحي له الموقف منيح. كمان هو مو معقول تصرفاته معك. والله مليت من الخناق والنقار. مصيبة لما بتكون المشاكل هي اللغة السائدة بالبيت. طيب بده يضل يستنزفك بهالطريقة هي؟ ما في حل. ومشان ما نعمل مشاكل لازم الوحدة منا تلاقي لها شي زاوية محايدة بالبيت وتكن فيها. تكن. سمر اللي مستغربته كأنك ما كنت سلبية مع جوزك. شو اللي غيرك؟ خايفة؟ ايوة خصوصي اني جربت العيشة لحالي. وحدة بتخوف يا أمي. تتقل. مزبوط الوحدة بتخوف. تتقل. خير وعم دق لك على الموبايل بعد انا قافله. شو في؟
خطيرة كتير. ايه وسريعة للغاية. ايه فوت 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 يا غراب البين. والله مو عاجز هذا، بحياتي ما كنت عاجزة ويأساني. لكان ليش سامحتي بعد كل شي عملوا فيكي؟ يا ستي مصاري فيه والحمد لله، وبقدر ابدا من جديد. بتتركي تارك؟ بتتخلي عن حقك؟ شوفي راميا، هذا سؤال كبير ولازمه جواب كبير، فمن شان هيك بترجاكي خلي اسئلتك صغيره مشان جاوبك على قدها، مو لقيانه لاني. انتي رضياني بعشت بالصفحة، وخلي له هو الكتاب بكامله على حساب مصرياتك وعمرك. كتاب بكامله؟ ضحكتيني. هي مزبوط صار كتاب بكامله، بس بينباع تحت الجسر وبخمس ليرات، والناس كلها صارت تعرف قيمته انها رخيصة. هي لحالة، هي لحالة بتكفيني اشعر بنشوة الانتقام. عرفتي؟ بس انا لا والله لا والله ما تفوت له اياها. انا يا ستي ما بدي شيء غير تطلي من البلكون وتقلي لي تصبح على خير. استاذ اسامه، استاذ اسامه اذا سمحت لا تحرجني قدام ولادي والجيران. عم اقول لك اذا سمحت. انا لازم اشرح لك الموقف يا وفاء. على راسي هناء، بس كمان لازم تسمعي مني. اسامه يعني ما رح تستفاد شيء حتى لو بتضل واقف عندك للصبح. يا ستي وانتي قلتيها. ماشي. ها وهي واقفة. غصبن عن راسه، بس ان شاء الله يطلع بايده شيء. لك شو عم تحكي انت مجنونه؟ يخطئين من عفوه ومنصبه، بس هدول بدول لهم معارف وحبايب بكل قرن. يلا يلا استعجل شوي. لا تلبكني. خلصيني يلا. شو محجوب؟ شو مبوزي؟ الله يا معلم دايم مشانك. يعني بصراحة ما حلوة بحقك، بقصد يعني زيارتنا لعنده على البيت دليل ضعف. إيه لسه بدك فت خبز كتير لك محشوب. يا هلا والله، والله نورته. بالمحلي قلت لي عصام محبوب الحارة، ما هيك؟ والله خطوة عزيزة يا محجوب. أهلين بقامتك. لكان هيك يا منظومة رايحة تعطي أبو رشاد رشوة لحتى شغلي جوزك في المسلسل؟ الحقيقة علي حكت لي على كل شيء على الموضوع، وأنا لمتها كثير لأنه كان لازم تعمل هيك قبل ما. لك مو هيك يعني، انت ما قدرتي عواقب ونتائج الشيء اللي عملتيه بحق جوزك. شو بدهم يحكوا عنه بالوسط الفني بكره؟ راحت مرته ترشي المخرج مشان يشغلها اياه بالمسلسل؟ لا لا لا، هذا كثير ولك عيب، والله عيب. نحن جماعه ما لنا غير كرامتنا بالوسط. بس ابو رشاد كتومي ولسانه قصير. ستي انا معك، ابو رشاد لسانه قصير. طيب وفواز؟ إيه هذا لحاله مونتي كارلو. بسيطه يا مات، بسيطة. حلو ليه؟ يلا تصبحوا على خير، إن شاء الله بيصير خير.
يلا ولك لو اي دحقت لي ورمي عليها اليمين. عليا ضبي شنطتك. انا متاكد انه كل كلامه تهويش، يعني ما في شيء بخوف. عصام انا مالي خايفه منه، انا خايفه منك انت. من انا؟ العمل ايه عصام؟ كل شي حكاه الرجال صحيح، يعني واحد منا بده يلبس القضية، التوقيع اللي على صفقة المكنات، اما توقيعي او انت مزوره، صح؟ ايه. ولا تنسى اني مرقت لك موضوع الوصفات الطبية اللي حضرتك ورطتني فيه. ايه. خلصنا شو ايه؟ يعني واحد منا بده يفوت على السجن. هلا انا سالتك ليش خايفه مني؟ ما قلت لك تعملي لي محاضره جنائيه بغيضه وغليظه مثل هالليله السوداء هاي؟ لاني بعرفك عصام، بعرفك منيح وبعرف حكمتك بالحياه. انا ومن بعدي الطوفان. تصبح على خير. عنو خير، طلع الصبح. شايف شو من حلقة؟ لسه ما قدمنا له إخلاء السبيل حتى طج توقيعه وما تنى. يا سيدي فعلا من حلال، بس إن شاء الله لحل إجراءات بالسجن هنيك حتى نطلع راميا. قبل راميا بدي تحل مشكلتك مع عليا. أبو رشاد أجلي هذا غصب عنك بدك تحلها. شرف أبو رشاد، أنت بتموم بس هذا الموضوع هلا أضحاك بيعبها، لازم تبوس إيدها وشه وقفها. لك مو بكفي إجت لعندها وهي النتيجة مثل ما لك شايف؟ لك شو ذنبها إذا أخوها ندل؟ بس هيك ما راح ألحق راميا ولا كلمة. هلا بدك تحكي معه قدامي. يلا بأمرك. عليا اوعيك اجوا من عند الكوا، مرقي خذيهم من البيت. ايه. شفت لك امبارح اوضه نوم للبوبو، بتطلع
طير ضبانات العقل ومو غالية والله. وقديش حقها هي الطير ضبانات العقل ومو غالية؟ رزمتين بس، 100,000. لا ما حذرتي روحي، ما حذرتي بنوم. شو هالولد هذا اللي بيفلس أبوه اللي خلفوه كمان؟ سقطيه، سقطيه ما عاد بدي إياه. حرام. قلت لك سقطيه. مسحة ولا حتى سفنجة جري. ليش معلم؟ مريض؟ بعت لك شو بتفهم؟ قال مريض قال عبد العمل تبعك وصي. ولو انه ما كان بدي اياهم يبعثوا لك اياها لانه لسه لازم لي بكم شغله وسخه يا ندم. يسلموا معلم، يسلموا، الله لا يحرمنا منك يا حق. لما بتطلع من هون بتجهز اوراقك والباسبور وبتشمع الخيط وما بتورجيني خلقتك. الله يقدرني على رد جمايلك يا معلم. بدك تردهم غصبا عن راسك وقبل ما تسافر. انا خادم الاوادي يا معلم. شبيك لبيك فواز بين ايديك. عود عود يقطع عمرك، ليش وقفت؟ اه صحيح، ليش وقفت؟ خلينا ننتقل للشغل الاهم. جاهز؟ جاهز يا أحلى معلم بالعالم. تعلم العصي على جنابك، ماني طايقك بس بدي أتعامل معك. اسمع يا حيوان. تعال شوف هالشوفي يا زن. يا زن شوفي لحالك، ما دخلني. كي؟ طلع معها بالسيارة. لك عم بقلك طلع معها بالسيارة، قوم شوف. طيب قلتك يا زن، لوين بيكونوا رايحين؟ يروحوا وين ما بدهم يروحوا، ما دخلني. لك انت شو انت؟ لك ما عندك جنس النخوة؟ واحد طالع مع امك بالسيارة تسكت له؟ امك اللي عم بتطالعه، مو هو عم يحشر حاله حشر. لك ما هذا اللي مجنني، وين بده يكونوا راحوا؟ لك بس بقى يا بتشكرك على كل شيء عملتي معي بهاليومين ثلاثة. ما عملت شي غير الحكي، هاي من شان ما تنسيني. شكرا كثير، بس صار لازم امشي، الجماعة ناطريني برا. يلا استعجلي، الله معك. سامي. لا ولا يهمك، بس انا شروطي ما بتنازل عنها. راميه ولؤي، ولؤي وراميه. اذا هيك انت عيني. لا لا ما بتاخر، مع السلامه. شو يبدو تخلص من عقدة عماد؟ لك ان شاء الله. لك اهلين بحت رجال والله. عبد الله على السلامه. على السلامه. طولي بالك. امشي 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 امشي. آسفة يا أسامة، ما بقدر أروح معك على مكان عام.
انت بتعرف. بعدين انا عندي تصوير وتاخرت. يعني هي اخر مره بشوفك فيها؟ ويا ريت ما تضغط علي ارجوك. ما صدقت انت تصالحت مع ولادي، ما بدي انسى كل شيء. وفاء، لي طلب اخير عندك، ممكن؟ ممكن. بدي اشوفك للمره الاخيره. قد هالطلب؟ تكرم عينك. امتى بدك؟ هي اتركي لي اياها الي، انا بخبر هناء وهي بتبلغك. اوكي. خاطرك. ما منستاهل منك كل هالظلم. ليش؟ لك خلص وكلي الله يا بنت الحلال، وكلي الله. شبنا هلا مسكني شبنا، خربت بيتنا وضيعت الاولاد وضيعتني وضيعت الدنيا وعم تسالني شبنا. حبيبتي انت ليش عم تستني البلاء قبل وقوعه؟ قلت لك خلص. انا حكيت مع عماد وبسام وعدوني خير، وخاصه عماد بتعرف الفنانين ودخلاتهم. لك اخ أخ منك ومن الفنانين. ذبحتني، زليتني، فضحتني، فضحتني، زليتني. خلص يا بنت الحلال خلص، عم قلك محلولة. لك ما في شي من اللي عم تفكري فيه. محلولة؟ ثاني مرة بنمر لعنده وما بنطلع غير 2000 ثلاثة. بدها صبر معلم. شو بدنا نسوي؟ بدك تطول بالها. يا عمر أكثر من هيك بدي طول بالي؟ هلدا بقلب العالم أكثر مليونين ليرة، هذا بالحشمة 200 ليرة، هذا 500. شو وقت؟ لسه بدنا نروح على الحلاق والحمام. شفت لي الفرق الموسيقيين؟ خلاص معلم ولا يهمك، انت التهي بحالك وترك الباقي علي. ايه شو؟ ايه شو؟ سبقني انت. روح شوف اذا لازم شيء بالبيت. ماشي سلام، بس لا تاخر. ها لاحق. اهلا اهلا اخي عمر. ايه الله يخليك، الله يديمك، عبال فرحت ولادك ان شاء الله. ايه اخي عمر، هاي المكنه جاهزه، اذا بدك تشيل انا ناطرك بالورشه. السلام عليكم. عاجل ضحكي
لا بتسمعني مرتي تفضحينا. ايه ليك هون بالمطبخ؟ قريضة اللي تقرضها عملت لي مثل الرابوس قاعدة على قلبي. خنقتني بريحة الكلورينا والتوم والبصل. بس ليكي انا وياها يعني خلاص. ايه ليكي ليكي احكي معي بعدين. ايه 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 بنفس القرنة بنفس القرنة. يلا باي باي. تفضل. يسلموا ايديك يا حبيبتي. صح. شو مين كان عم يحكي على التليفون؟ هذا واحد غلطان. ليش في شيء؟ انت في شيء؟ انا لا ما في شيء. بس انت ليش عم تسألي؟ ليش من امتى انا بسأل ولا بنسأل؟ مشان هيك بدك ال 500 استاذ سمير. كسبتي ياخذ ال 500. والله يهني هاني بهنيه. الاستاذ عصام مو موجود، ما اجى اليوم. يعني ما بنقدر نفوت نكمل شغلنا؟ ما بعرف شو بدي اقول لك. الاستاذ منبه علي ما حدا يفوت على مكتبه بغيابه، اساسا المفتاح معه. ايه شو عليه؟ سلمينا عليه، وإذا أجا أو اتصل قل له أجا نعيم من الرقابة. تكرم عينك أستاذ. عن إذنك. يلا شباب. بروفين 405 قطع. وبروفين 605 قطع. سرقام 100 كمان 5 قطع. تمام. وسرقام 300 5 قطع. اوكي. المجموع بصير 7328 ليرة. محمود انا هلا رح ادفع لك نص الفاتوره ونبقى بنتحاسب كل اسبوع مشان يضل بيناتنا حساب على طول. ايه شو عليه، بس الله يخليكي بدي بكل اسبوع يكون في دفعه. تكرم عينك. لا خلص ما عاد اتاخر بالدفعات ان شاء الله، وانا من عيني هي قبل هي. شكرا ابو محمود، كل الذوق. يلا بخاطرك. الله معك، مع السلامه. شكرا. يعني ما بدك ترد علي؟ ما طبعا، يلي حابب يبقى دلوعة الماما بده يصير خروق. يعني هلا اذا لخبط لك واجهة وشك تعرفيني اذا كنت خروق ولا لا؟ طبعا علي بدك تعمل رجال. بس هذاك اليوم لما شوفير التاكسي زورك هديك الزورة، ايه كنت حتعملها بأواعيك. يعني رجال على اختك بس. مرحبا ابو عمر. اهلا يا استاذ فواز، شلونك؟ الحمد لله، كيفك انت؟ والله الحمد لله، دريت انك مسافر. ايه مسافر على الخليج والله، جيب لك شيء معي. خير ان شاء الله، شيء بطه صغيره. شو ها؟ بطه صغيره بتحكي. بطه؟ ايه. تكرم عينك. الله يكرمك. على راسي، تفضل ابو عمر. اهلا هنا. استاذ فواز.
أبو رشاد؟ أنا قلت لك إذا بيدرى عماد مو أنا، صدقني مو أنا. اسمع لقلك، أنا وعدتك بس بدي أسحب وعدي، مو لأني مالي رجال. لك بسامع كريم، لأنه أنت مو رجال. شي أبو رشاد وشي، ما في داعي لتوسخ إيديك بهيك واحد، لأنه شو ما عملت معه عبس. اسمع لقلك، أنا سامحتك ومن كل قلبي، بس في ناس كتير ضحاياك ما بعرف إذا بيسامحوك. لك شو هالعالم هاي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ليه إنسان كل ما بتقوى بتقوي معك هالظلم؟ ليه يا إنسان كل ما بتكبر بتكبر معك هالهم؟ جرت ألم تمحي يلي حنان ولم، بيتك ضناك وقلبك ولك كان أب وأم. جرت ألم تمحي يلي حنان ولم، بيتك ضناك وقلبك ولك كان أب وأم. يا إنسان بيقسى أساك لما بتشوف الحقيقة، تنسى هواك بتنكر الوراق العتيقة. تنكر زمانك مكانك تدعس الورود البريئة. تنكر زمانك مكانك تدعس الورود البريئة. بتقوى بتقوي معك هالظلم؟ ليه يا إنسان كل ما بتكبر بتكبر معك هالهم؟